بنسخن بس يعني، عشان دي الاربع تيشيرتات اللي احمد جايبهم لنا علشان هيمضي على واحد، وزي ما قلت لحضراتكم هيكون اول واحد فائز. عايزيننا نبدا بايه؟ نبدا زي ما انت عايز، فيسبوك انستجرام. ما حضرتك، خلينا ناخد الانستجرام الاول. تمام، مين اللي هيكسب من على الانستجرام؟ واحمد وهو قاعد معانا كده هيمضي على التيشيرت النادي الاهلي. متابع انت للسوشيال ميديا كويس؟ لا مش كويس بصراحه، بس على فترات بعيده قوي يعني. ما بتهتمش ولا بتهتم؟ لا لا ما بهتمش خالص والله، ما بهتمش بالتفاصيل خالص اللي موجوده يعني. ليه؟ مع انه مهم يعني، اعتقد ان ده شيء مهم. لا مش مهم يعني، مش في كل الفترات مهم بصراحه يعني. في فتره ممكن اجازاتك بقى تحاول تعرف كده التفاصيل ايه، لكن طول ما في شغل خلاص يعني تحاول تفصل دماغك. عندنا فيها مشاكل كتير. انا ممكن اجي اقعد جنب احمد يا سمير؟ ها؟ اجي اقعد جنب احمد؟ عشان يعني هيجيب لنا ازاي التهم. بص احنا عملنا السؤال ده، لاعب ظهر بأداء مميز مع الاهلي، توقع من هو هتكسب تيشيرت النادي الاهلي موقع من اللاعب نفسه. ده احنا عملناه امبارح. تمام يعني بص جالك فوق الألف تعليق الحقيقه يعني. تمام. معظمهم احمد عبد القادر. في ناس تانية، في لعيبه. نطلع بقى اللي عمل توقعين ده نطلعه يعني، ولا نخليه برده موجود؟ لا التوقع السليم احنا هنمشيها ازاي بقى؟ احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنزق البتاع كده لفوق. تمام، نقعد بقى انت اعمل كده وعيش، واختار لك اسم من الاسماء دي هتمضي عليها. تمام، خلينا من الناس اللي كانت تحت دي شويه. انزل تحت، انت عندك كتير قوي. هتعلى كتير قوي. تمام تمام يا كابتن. هو اغلب الحاجات كانت احمد عبد القادر، خلي بالك ده كان سؤال فعلا احنا حاطينه. الدنيا ما كانتش باينه يعني ولا؟ لا ما كانتش باينه اهو. ما هو السؤال فوق خالص، بس لما تخلص هوريك. تمام، احنا كنا حاطين لاعب بظهره وخلاص. تمام، انت فاهم؟ ممكن نقف هنا زي ما انت عايز. محمد عبيد 84. ماشي، محمد عبيد 84. ده محمد عبيد 84 كاتب احمد عبد القادر على الانستجرام. تمام تمام، احنا دلوقتي هنصور احمد محمد عبيد اهو، انا صورته. يا محمد يا عبيد احنا حاول تبعت لنا بقى على الصفحه بتاعتنا علشان الكابتن احمد عبد القادر بعد اذنك يا سمير هات لنا بقى الكابتن احمد وهو بيمضي على التيشيرت. يلا اتفضل. محمد عبيد 84، اكتب له بقى طيب محمد اي حاجه. محمد عبيد، محمد عبيد 84 هو اللي كسب يعني معانا. طيب ده اول تيشرت هيفوز بيه او فاز بيه بالفعل محمد عبيد 84 من على الانستجرام. التيشرت هيكون موجود وان شاء الله هنتواصل معاك. ابعت لنا بقى على الصفحه بتاعتنا على الانستجرام. بص يعني احنا كنا حاطين السؤال كده. تمام، مش باين حاجه خالص. تمام، مش باين فعلا. لا خالص، مش حاجه خالص. تمام، يعني ممكن احمد عبد القادر، ممكن فلان، ممكن اي حد. تمام، فاهم، هو توقعاته اللي صح. تمام، مبروك عليه. فمبروك على محمد عبيد. وشويه ولسه هنبقى مع حضراتكم كمان على الفيسبوك وعلى التويتر. ومعانا مفاجأة برضو النهارده يعني أخرى هقولها لحضراتكم، ولكن في وقتها عندنا مفاجآت كتيرة جدا.